السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد. اللي معنا ده كاسيت باناسونيك 2 باب راديو متعدد الموجات اف ام وام واس دبليو، فيهم باب منهم اوتو ريفرس. الموديل بتاعه ار اكس شرطة سي تي 870، ار اكس شرطة سي تي 870. الجهاز ده كمان بيشتغل على وصلة 2 في 1، تشتغل على كمبيوتر او موبايل او شاشة. الجهاز دوت وزنه 3 كيلو 900 جرام، صنع في اندونيسيا. ونشوفه مع بعض. This cassette is Panasonic Radio Multiband FM and MSW and two tapes. Model RX-CT870 made in Indonesia. سامويل أمادي لكن يطلع عوض. زي ما شفنا الفيديو مع بعض ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم. ده كاسيت باناسونيك 2 باب وهي متعدد الموجات اف ام وام اس دبليو، وكمان بيشتغل على وصله 2 في 1. الموديل بتاعه ار اكس شرطه سي تي 870، صنع في اندونيسيا. ان شاء الله الفيديو ينول اعجاب حضراتكم، ونتقابل في فيديو جديد. شكرا.